مساء الخير واهلا وسهلا فيكم ببرنامج صحتين معي انا اختصاصية التغذية كريس نصراني. بهالبرنامج رح نحضر مع بعض وصفة صحية سهلة وطيبة كتير، وبكل حلقة رح اعطيكم نصايح ومعلومات غذائية مهمة، ورح نتعلم نحول الاكلات اللي بنطبخها عادة لاكلات صحية. أهم شي تعرفوا إنه الهدف يكون عنا نمط حياة صحي، ناكل من كل شي، ما نحرم حالنا من الأكل، إنما بدنا ننتبه على نوعية الأكل اللي عم ناكله، والاعتدال هو الأساس. خلينا ننتقل مع بعض لحتى نشوف الأطباق اللي رح نحضرها اليوم. أول طبق عنا إياه اليوم مكرونة بصلصة البيستو، وعنا عيش بالجبنة والطماطم وصلصة البيستو كمان، وعنا سلطة البنجر بجبنة الحلوم، وعنا سلطة الفواكه بالآخر. أول شيء رح نبلش فيه هو المكرونة بصلصة البيستو. لما أقول صلصة بيستو يعني هي صلصة مؤلفة من الريحان ومؤلفة من الصنوبر وزيت الزيتون، يعني كلها على بعضها صلصة صحية. وهلا أكيد رح نشوف المقادير مع بعض ونرجع نبتدي بالتحضير. نحن بحاجة لأربع أكواب ورق ريحان طازج، كوب زيت زيتون، أربع معالق كبيرة صنوبر، اثنين فص ثوم مفروم، ملعقة صغيرة ملح، وملعقة صغيرة فلفل. هيدي للصلصة. أما للمكرونة نحن بحاجة لأربعمية جرام مكرونة بني مسلوقة، نص كوب جبنة بارميزان، قليلة الدسم. لكن هيدي هي المقادير قدامنا. أول شغلة رح نبتدي فيها هو تحضير هيدي الصلصة. مثل ما قلت لكم صلصة البيستو هي صلصة كل المكونات تقريبا كل المكونات اللي فيها تعتبر صحية. ورق الريحان كتير صحي، زيت الزيتون مثل ما معودين عليه، الصنوبر من المكسرات اللي كمان كتير صحية وفيها فوائد عديدة على شرايين القلب، يعني بتحتوي على الدهون الصحية اللي دايما بنحكي عنها واللي هي مفيدة كتير للشرايين إن كان للقلب أو للدماغ، وكتير كمان صحية للذاكرة. أول شغلة رح أعمله رح حط ورق الريحان. لكينا الريحان ريحته كتير حلوة، رح نحط كمية كبيرة طبعا أربع أكواب، وبدنا نكون أكيدين إنه الأكواب بدهم يكونوا مكدسين، يعني الريحان يعتبر من الخضار من أنواع الخضار الخضراء اللي كتير صحية، كتير مفيد خاصة لما يكون في عنا برد ونشرب ريحان، أو لما يكون عنا كمان الكولون العصبي وناخد فنجان ريحان مغلي كتير بهدي المعدة والكولون. لكن للطريقة اللي عم بعمله اني حطيت كل المقادير مع بعضهم الا الزيت، رح بلش اخلط وتدريجيا رح تشوفوني عم بحط الزيت. نحن بحاجة لكوب زيت زيتون، تدريجيا رح يصير حطه هو والخلاط ماشي حتى بالاخر يصير في عنا صلصة متجانسة. حط الزيت مثل ما عم تشوفوا تدريجيا،
خليني بس اتاكد من القوام تبع الصلصه، لكن صارت صلصه كثير منيحه، اخذت على بعضها كلها مثل ما شفتوا. حطيت الزيت تدريجيا وهيك صارت الصلصه جاهزه تنحطها فوق المكرونه. بس قبل معي اتصال. مساء الخير. الو. ايوه مساء الخير، ازيك يا ريهام؟ الله يسلمك، ازي حضرتك يا دكتور؟ انا كويسه ريهام. انا عارفه انك كنت اتصلتي في الاسبوع اللي فات تساليني. أيوة. عن الزيت. ايوه اللي مكتوب على قنينه دوار الشمس. ايوه هيدي الجمله اللي هي زيت متعمل على درجه الحراره او بالغاز الطبيعي. هيدي الجمله بالعكس كثير مفيده، هذا الشيء كثير منيح. يعني هذا شيء بيعني اذا بدك انه الزيت ممكن نحن لو تعرض لدرجه حراره عاليه ما بيتحول لمواد كيميائيه مضره بالصحه، العكس، يعني بيضلوا مفيد وبيضلوا صحي لو تعرض لدرجه حراره عاليه، لانه بتعرف الزيت عباد الشمس هو نحن بنحمر فيه فبنحطه على درجة حرارة أعلى من 200 درجة، فهو صحي وما بيأذي أبدا وما بيصير في عنا مواد كيميائية مضرة يا ريهام. خلاص شكرا. تمام، هذا هو سؤالك. عندك سؤال تاني؟ لا متشكرة قوي. بس يا ريهام مثل ما دايما بقول ما بدنا نحمر كتير الأكل، يعني بدنا نستعمل كمية قليلة من الزيت. لا انا بحمرش، بس انا خفت ان انا اكون بستعمله في الطبخ يكون في مثلا مهدرج. لا مش مهدرج، لا الزيت المهدرج هو بيكون زيت الزيتون لما يتعرض لدرجه حراره عاليه. او الزيوت الثانيه اللي هي بتكون مثل السمنه مثلا، دهون مثل السمنه هي اللي بتكون مهدرجه، زيت النبات العادي ما بيتهدرج. ما تقلقيش. خلاص شكرا. اوكي ميرسي على اتصالك يا ريهام، باي. لكن سلطة البيستو صارت جاهزة، خليني هلأ جيب الطبق اللي بدنا نحط فيه المكرونة. لكن أكيد أنا سالقة المكرونة من قبل بوقت حتى نربح وقت. كان في دراسات عم بتقول انه الريحان ممكن يكون كمان له دور بتخفيض نسبه الكوليسترول بالدم، اللي هي الدهون اللي مش منيحه موجوده عندنا بالدم، ممكن يكون هالريحان له دور. فلما نشرب او لما نتناول الريحان على بشكل اخضر ني، مش الريحان اليابس، الريحان الني لما نتناوله بهيدي الطريقه او لما نشربه مثل الشاي نغليه بيكون كتير مفيد. معي اتصال. مساء الخير يا مدام سلوى. مساء النور. ممكن أسأل سؤال دكتورة؟
اكيد فيك تسالي اللي بدك اياه. تفضلي. بدي اسال علاقه الكالسيوم بالفوسفور، اظن انا سمعت انها لازم يكون بنسبه معينه، وكيف هذا بيكون من الناحيه العمليه، يعني هل لازم ايه لازم ناكل وايه لازم نراعي؟ علاقه الكالسيوم بالفوسفور. ايوه تمام. عندك سؤال ثاني يا مدام سلوى؟ ايوه عندي، اذا ممكن اساله السؤال الثاني، امرار لما بنقشر البصل بيكون تحت القشره هيك حاجه سودا، وانا سمعت ان هذا في ماده سامه اللي هي الافلاتوكسين اللي بتسبب سرطان الكبد، هل لما نلاقي الماده هذه تحت قشره البصل نرمي البصله بحالها وكيف نتعامل معها، ولا كيف نغسل ايدينا بخل بصابون بكفي اذا كان هذا خطر؟ الف شكر لك. ميرسي لك على اتصالك. رح بلش وجاوبك عن هيدي الماده السوداء، هي ممكن تتغسل، يعني اذا البصله غسلتيها وراحت هيدي الماده عنا هذا الشيء بيكون خلص، يعني انت تخلصتي منها، ما في مشكله نعمل يعني نكبر الموضوع اكثر من هيك. وحتى انت فيك تغسلي ايدك بصابون عادي وراحت الماده، ما في لزوم ابدا لا نعقم ولا نغسل بخل ولا شيء ثاني. فاول ما تغسلي البصله وتغسلي ايدك عادي من دون اي ولا اي طريقه ثانيه يعني بيكون كتير منيح. هيدي كرمال هيدي المادة السوداء طبعا لازم تتغسل، ما ناكل البصلة وعليها هيدي المادة السوداء. تاني شغلة كرمال الكالسيوم والفوسفور، الكالسيوم الفوسفور ممكن يكون بمطارح معينة عم بقلل من امتصاص الكالسيوم. فالفوسفور اللي هي مادة موجودة باللحوم، موجودة أكثر بالمواد الحيوانية إن كان لحمة أو دجاج أو سمك أو حتى أكثر ثمار البحر، بيحتوى على فوسفور، نسبة فوسفور عالية، وممكن هيدا الفوسفور يكون عم بخفف من امتصاص الكالسيوم، بس مش لدرجة نقلق كتير للموضوع، لأنه أصلا لما نكون عم نشرب لبن منكون عم ناخده أو عم ناخد زبادي، فينا نكون عم ناخده بعيد ساعتين أو ثلاثة عن الوجبة الرئيسية اللي هي بيكون فيها لحوم واللي بيكون فيها أصلا فوسفور. وأنا كنت قايلة بالسابق أصلا أنه هيدي اللحوم اللي هي المصادر الحيوانية إن كان لحمة أو دجاج أو سمك اصلا تحتوي على الحديد، والحديد والكالسيوم كمان اثنيناتهم مع بعض بخففوا من امتصاص بعضهم. فلما نكون عم ناخذ كالسيوم بس كل اللي علينا ناخده انه نشرب لبن او زبادي او منتوجات اجبان وقلبين، ناخذهم ساعتين او ثلاثه شوي ابعد من الوجبه الرئيسيه. لكن هيدا طبق البيستو صار جاهز، بعد خلينا نزينه بكم ورقه ريحان. نحن عنا بلبنان منسمي الريحان حبق. وهيك طبق المكرونة بالبيستو صار جاهز لحتى يتقدم. خلينا هلأ ناخد فاصل صغير وبنرجع مع بعض لنكمل بقية أطباقنا. معكم مشاهدينا، وهلا بما انه حضرنا صلصه البيستو او اللي هي صلصه الريحان باول فقره حطيناها على المكرونه، خلينا هلا هي ذاتها هيدي الصلصه نستعملها بمطرح ثاني. رح نعمل ساندويشات او عيش بالجبنه والطماطم وعليهم كمان صلصه البيستو. خلينا نشوف المقادير مع بعض. نحن بحاجه لعيش قمحه كامله، طماطم مقطعه حلقات، جبنة موتزاريلا مقطعة، نص كوب من صلصة البيستو، ربع كوب صنوبر، ملعقة كبيرة زيت زيتون، 2 ملعقة كبيرة خل التفاح، وورق ريحان لزينة. لكن أول شغلة رح نعملها، أنا العيش مقطع على هيدا الشكل، طبعاً العيش اللي اخترته مثل العادة هو عيش قمحة كاملة لحتى قد ما فينا نكون
عم نضلنا بالاكل الصحي. الفرق بين العيش القمحه الكامله والعيش العيش الابيض، برجع بذكركم انه في عنا الياف غذائيه موجوده اكثر بالعيش القمحه الكامله، والقمح اللي انعمل فيه العيش بيكون بعده محافظ على قشرته، لما قشره العيش تكون بعدها موجوده يعني الفيتامينات كمان بعدها موجوده واكيد الالياف الغذائيه. لكن هيدي قطعه العيش، اول شغله رح اعملها عندي صلصة صغيرة اللي هي مؤلفة من خل التفاح وزيت الزيتون، بدي أخلطهم مع بعضهم. صلصة البيستو كون عم نستعمله كمقبلات قبل الوجبة الرئيسية.
الحلوم المقطعة كمان صغير بنفس حجم خير استاذ محمود. مساء الخير. مساء الخير يا دكتوره. اهلا وسهلا فيك. انا مساء الخير حضرتك، ربنا يبارك فيك. ميرسي. انا كويسه، انت ازيك؟ ربنا يخليك. انا اتفضل. بخير والله الحمد لله. عايز انا عايز اسال بس على المكرونه الخضراء دي، جميله قوي، وانا بعشق الحاجات اللي هي طبيعيه. اوكي، تقوليها لي عشان ما لحقتهاش. الله يخليك. يعني استاذ محمود حب انه نرجع نقطع لك المقادير مره ثانيه. تسلميني. تسلمي. حاضر، اكيد تكرم. تسلمي. عينك. تسلمي. عندك تسلمي. سؤال ثاني؟ لا تسلمي، شكرا. اوكي، ميرسي على اتصالك، وان شاء الله تكون دايما بتتابعني. شكرا. انا مبسوط ان انا كلمت حضرتك، وان انا بشوفك دايما، وبهتم قوي قوي ان انا بحرص على ان انا اشوفك. مرسي كتير، وانا مبسوطه انك عم بتشوفني. وهلا اكيد شوي ورح تشوف المقادير، رح ترجع تقطع معنا خلال الحلقه. تسلم. مرسي على اتصالك. لكن خلينا قبل ما نطلع بريك، خليني اخذ سؤال من الاسئله اللي عم توصل لي على الصفحه على فيسبوك. برجع بذكركم فيكم باي وقت تكونوا عم تتواصلوا معي وتبعتوا لي الاسئله اللي انتم بدكم تسالوني اياها، وانا اكيد خلال الحلقه بجاوب عليها. في عندي سؤال من مي عم تسألني، عندي نسبة فيتامين دي بجسمي 13، نسبة الفيتامين دي بجسمي 13، وهل ده رقم قليل وأعمل إيه؟ طبعاً يا ماي، هيدا رقم قليل. هي نسبة الفيتامين دي، تنبلش نقول إنه ما عندنا أبداً نقص، مفروض تكون 30 وطلوع، بين 20 و30 بيكون عندنا نقص بالفيتامين دي، إنما هيدا النقص بيكون بعدنا يعني بدائي، بعدنا بأول النقص. انما تحت ال20 نقص بيكون كتير عالي. طبعا انت 13 رقم قليل كتير، فاعمل ايه اول شغله بدك تعمليها؟
انه بدك تروحي تشوفي دكتور طبيب حتى يوصف لك دواء او حبوب فيتامينز، لان الفيتامين دي هو بيعطيكي الرقم المضبوط اللي انت بحاجه له والكميه اللي لازم تاخديها بالاسبوع. هيدي اول شغله لازم تعمليها. ليش يا مي؟ لانه للاسف الفيتامين دي ما بنقدر ناخده من الاكل، بيحتوي فيه مأكولات معينه بتحتوي على نسبه فيتامين دي بس قليله، مثل الاسماك مثلا اللي هو خاصه سمك السلمون وسمك التونه بيحتوي على نسبه فيتامين دي شوي. يعني اوقات في عندنا اللبن بيكون مدعم بالفيتامين دي، هون كمان فينا نستفيد منه. انما الفيتامين دي مش كتير موجود بالمأكولات، نحن بنحصل على الفيتامين دي اكثر من خلال الشمس. لما نتعرض للشمس، انت بحاجه كمان يا مي تتعرضي يوميا لحدود 10 دقائق للشمس من دون بروتكشن، من دون حمايه، هيك بتكوني اكثر عم بتجع، يعني جسمك عم بيصنع الفيتامين دي. ولازم طبعا تكوني عم تاخذي حبوب فيتامين دي على القليله لمده 3 شهور، وترجعي دائما تتابعي مع طبيبك المختص عن هيدا الموضوع. اما المقادير تبع معكرونه المعكرونه البني بصلصه البيستو رح ارجع اقريها، رح ارجع نشوفها مع بعض. نحن بحاجه لاربع اكواب ورق ريحان طازج، كوب زيت زيتون، اربع معالق كبيره صنوبر، اثنين فص ثوم مفروم، ملعقة صغيرة ملح، وملعقة صغيرة فلفل. يا أستاذ محمود كلهم بتحطهم بقلب الخلاط إلا زيت الزيتون، بتخليه لما تحط المقادير كلها بالخلاط شوي شوي بتصير تسكب زيت الزيتون عليهم لحتى يصيروا كلهم مزيج متكامل. بهالوقت بده يكون في عنا معكرونة مسلوقة. أنا استعملت 400 جرام من معكرونة البني المسلوقة وحطيت عليها نص كوب جبنة بارميزان قليلة الدسم. هيدي هي المقادير. خلينا ناخد بريك صغير وبنرجع مع بعض. رجعنا معكم مشاهدينا، وهلا وصلنا لنحضر سلطه فواكه بصلصه الافوكادو. رح نحضرها اكيد بشكل صحي كتير. خلينا نشوف المقادير مع بعض. نحن بحاجه ل 2 كيوي مقطع مكعبات، تفاحتين مقطعه مكعبات، 2 مانجو مقطع مكعبات، 3 حبات افوكادو، ربع كوب عسل، وحبتين خوخ. هيدي هي المقادير. طبعا انا نقيت هالانواع الفواكه اللي هن الخوخ، المانجا، الكيوي، التفاح. انتم عندكم بالبيت اي نوع فواكه موجود تاني ممكن تستعملوه، ممكن تحطوا موز، ممكن تحطوا عنب. طبعا ننقي الفواكه الموسميه الموجوده، ممكن تحطوا حتى كانتالوب، ما في اي مشكله. انتم بتنقوا الانواع اللي بدكم اياها. خلينا اول شغله قطع التفاح، بدنا نقطعه مكعبات. طبعا رح نقطعه مكعبات بس رح نخلي القشر فيه، لانه الفوائد تبع التفاح موجوده بالقشر، اللي هي الالياف الغذائيه موجوده كثير بالقشر، وموجوده طبعا ببذر التفاح. يعني بذر التفاح بيحتوي على الالياف الغذائيه اللي كثير صحيه واللي بتحمي كمان من امراض السرطان وبتخفف نسبة الكوليسترول بالدم. هو عادة دور الألياف الغذائية من أدوارها، لأنه الألياف الغذائية عندها كتير فوائد على الصحة، من أدوار الألياف إنها بتخفض نسبة الكوليسترول بالدم. ففي أنواع معينة من الألياف أحسن الألياف هي البكتين اللي موجودين ببذر التفاح. فلما تكونوا عم تاكلوا تفاح ما تشيلوا القشر، كيلو بقشره، وإذا قدرتوا كمان كيلو بذر التفاح بيكون كتير منيح. حتى الألياف الغذائية عدا عن أنه بتنزل نسبة الكوليسترول، تحمي من أنه تعلى نسبة السكر بالدم. يعني كتير مفيدين للأشخاص اللي عندهم سكر بالدم عالي. دايما بنقول لهم يتناولوا ألياف ويتناولوا العيش الأسمر لأنه بيحتوي على ألياف. لكن هيدا التفاح، الخوخ مقطع طبعا، كمان خليت القشر على الخوخ
لأنه كل الفواكه مبدئيا اللي قشرتها بتتاكل بدنا نحافظ على قشرتها، لأنه الألياف الغذائية الفوائد مجمعة بالقشر. هذا اللي بيفرق بين فواكه كاملة ناكلها وبين عصير الفواكه. مشان هيك دايما بقول انه حتى لو اخذنا عصير فواكه طبيعي رح يكون صحي، بس الاصح ناخده على شكل فواكه تنضلنا عم نستفيد من القشرة. لكن حطيت الخوخ، المانجا، الكيوي. الكيوي كتير منيح للاشخاص اللي بيعانوا من امساك، إذا تناولنا مثلا حبتين كيوي الصبح من دون ما يكون على الريق قبل ما ناكل حيلا شيء، كيوي كتير مفيد للإمساك. أما هلأ رح نعمل الصلصة تبع الفواكه، هي بالأفوكادو والعسل رح حطها فوقهم. بس قبل بدي لكم شغلة، إنه كتير بسمع هون من زمان أماتنا يمكن لما بدنا نعمل سلطة فواكه المفهوم عنا إنه نحط سكر، ننقع الفواكه بمي وسكر من قبل حتى الفواكه تشرب السكر ونرجع نعملها سلطة. هذا المفهوم كتير كتير غلط. حتى ناكل سلطة فواكه صحية بدنا نخلي الفواكه مثل ما هي من دون ما ننقعها بسكر، ونضلنا بس عم ناخد سكر الفواكه اللي موجود فيها. الفواكه فيها سكر كتير، إنما سكر الفواكه كتير صحي ومفيد غير السكر الأبيض المصنع، ليه قد ما فينا بدنا نجرب نبتعد عنه. هلأ بالخلاط بالبلندر
طبعا خلينا شوي ننظف أطراف الطبق قبل ما نقول إنه الطبق صار جاهز للتقديم. لكن هيك كون حضرت لكم وجبة سناك، وجبة خفيفة بين الوجبات، أو حتى وجبة فيها تكون عم تستعمل كوجبة حلو، حتى مش كل يوم نكون عم نتناول الحلويات نكون عم نستبدلها بفواكه، وما نكون عم ناكل نوع واحد من الفواكه. هيدي سلطة فواكه كتير حلوة للصيفية، خاصة انه هون بمصر عنا كتير انواع فواكه، وموسم الصيف كتير حلو انه منقدر ناخد الفواكه اللي بدنا اياها، بتكون فواكه طبيعية بموسمها. فخلينا نستفيد وننبش على هالفواكه ونحطها كلها بسلطة، وهيك بيكون طبق السلطة سلطة الفواكه صار جاهز ليتقدم. هيدي هي كانت أطباقنا لليوم. خليني أرجع أذكركم شو حضرنا. حضرنا أول شي طبق المعكرونة البني بصلصة البيستو والجبنة البارميزان على وجهها. الطبق الثاني كان ساندويشات أو عيش بالجبنة الموتزاريلا كمان مع صلصة البيستو والسنوبر على الوجه. أما السلطة فكانت سلطة البنجر اللي كتير مفيد واللي كتير بنصحكم تضلكم عم تاخدوا منه، بنجر مع جبنة الحلوم والمكسرات. أما بالآخر كان عندنا سلطة فواكه، فواكه مشكلة، أي نوع فواكه موجود عندكم فيكم تستعملوه، خاصة إحنا بموسم الفواكه هلأ، فاستفيدوا قد ما فيكم وجمعوا أنواع الفواكه وحطوهم بسلطة. والصلصة كانت صلصة الأفوكادو مع العسل الأبيض. بتمنى يكونوا أطباق اليوم عجبوكم، ضلكن عم تتابعوني دايما بحلقات الجاية لحتى كمان كون عم نحضر أطباق صحية مع بعض. أنا إن شاء الله بشوفكن بكرة بحلقة جديدة، إلى اللقاء.